في بريطانيا نقل رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية من جراء إصابته بفيروس كورونا حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الحكومة. وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه في رئاسة الحكومة، كما أعلن أن مايكل جوف وزير الشؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية في العزل الصحي بعد إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا أيضا. داخل هذا المستشفى اللندني يرقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في غرفة العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية بعد 11 يوما من إصابته بفيروس كورونا، وهو الذي لم يتردد في الاستخفاف به عندما قال إنه لا يزال يواصل مصافحة الجميع. جونسون الذي وضع في جهاز التنفس الاصطناعي لكنه لم يغب عن الوعي كان قد نقل إلى مستشفى سانت توماس شرقي العاصمة البريطانية بعد أن خضع لعزل منزلي منذ أن تأكدت إصابته بفيروس كوفيد-19 لأنه لا يزال يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة، وقال أطباؤه إنه بحاجة إلى مزيد من الفحوصات. وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب وفي أول تصريح له منذ توليه مهام رئيس الوزراء بالنيابة بطلب من جونسون أكد أن الحكومة ستمضي قدما بجهود مكافحة فيروس كورونا. الحكومة ستستمر بعملها، رئيس الوزراء في أيد أمينة، والحكومة ستواصل تركيز الجهود على ضمان المضي قدما على نهج رئيس الوزراء وجميع الخطط حتى هزيمة فيروس كورونا وتجاوز هذه المرحلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته وفي أول تعليق له على تطورات صحة جونسون قال إنه طلب من شركتين تعملان على ابتكار طرق علاج كورونا تقديم المساعدة للفريق الطبي الذي يعالج جونسون. I also want to send best wishes to a very good friend of mine. أوجه أطيب التمنيات إلى صديقي العزيز جدا وصديق أمتنا رئيس الوزراء بوريس جونسون. تلقينا بحزن عميق نبأ نقله إلى العناية المركزة. جميع الأمريكيين يصلون من أجل شفائه. Americans are all praying for his recovery. بوريس جونسون أحد أبرز مهندسي الخروج من الاتحاد الأوروبي، دخل في العناية المركزة تاركا إدارة جائحة كورونا في البلاد بلا حسم بعد أن قوبل تعامله مع الجائحة بانتقادات واسعة في الداخل البريطاني. وللمزيد معنا من أمام مستشفى سان توماس جنوب العاصمة البريطانية حيث يرقد رئيس الوزراء البريطاني مراسلنا صابر أيوب. صابر أهلا بك من جديد، هل يوجد أي جديد عن صحة جونسون؟ هذا هو السؤال المنتظر الذي ننتظره هنا وينتظره هؤلاء أيضا الصحفيين الذين تجمعوا على طول هذا الطريق قبالة المستشفى في انتظار هذا السؤال المهم، هل أو الأسئلة المهمة، هل يتجاوب بوريس جونسون مع العلاجات التي تقدم له هنا داخل المستشفى، هل يتجاوب أيضا مع الأكسجين الذي يحاول الأطباء مساعدته به للاستنشاق والتغلب على الفيروس، هل وضع تحت جهاز التنفس الاصطناعي؟ بطبيعة الحال يجيب مايكل جوف وزير الدولة بالنفي ويقول أنه أي تطورات أو أي طارئ يطرأ على صحة رئيس الوزراء سيتم إطلاع البريطانيين بتفاصيله. بطبيعة الحال ما زالت هذه الأسئلة ملحة هنا من قبل الصحفيين، الشعب البريطاني أيضا قلق يريد أن يعرف هذه الوضع الصحي لبوريس جونسون، كذلك الملكة تطلع على وضعه أولا بأول وهو رئيس وزرائها بطبيعة الحال، ونحن في الانتظار إن كان هناك أي جديد ربما خلال لحظات أو خلال الساعات المقبلة عندما يعقد المؤتمر الصحفي اليومي لإطلاع البريطانيين بمستجدات مكافحة الفيروس، ربما سيكون هناك جديد من قبل دومينيك راب المكلف بالإنابة بإدارة شؤون الحكم.
سنتابع معك أولا بأول هذا المؤتمر الصحفي كما تابعناه ساعة بساعة معك منذ الخامسة صباحا. شكرا لك صابر أيوب من أمام مستشفى سان توماس جنوب العاصمة البريطانية. شكرا لك. ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور بشار فرحات طبيب الصحة العامة في NHS البريطانية. أهلا بك دكتور. أريد أولا ما هي الحالة المرضية لجونسون حتى يتحول إلى المستشفى ومن ثم في ليلة أخرى أو الثانية يتحول إلى العناية المركزة؟ نعم حق حتى نفهم ما حصل مع بوريس جونسون يجب أن نفهم كيف تعامل الهيئات الصحية هون مع مرضى كورونا بشكل عام. إذن في المرحلة الأولى ينصح جميع المرضى بالبقاء في المنزل طالما الأعراض قابلة للاحتمال، وفي حال اشتداد الأعراض، وهنا بشكل أساسي نتحدث عن الوظيفة التنفسية عن الرئتين وهي العضو الأساسي الذي يصيبه فيروس كورونا بالضرر. إذا في مرحلة معينة قد تتدهور الأعراض، قد يحس المريض أنه غير قادر على احتمال أعراض في المنزل فيتحول إلى مشفى يقبل في جناح خاص هو كورونا، وهو ما حدث مع بوريس جونسون منذ يومين. وفي في 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 هذا الجناح تجرى الاختبارات اللازمة، وغالبا يحتاج المريض إلى الأكسجين لأن الرئتين مصابة بفشل جزئي ولا تستطيع إمداد الجسم بالأكسجين الكافي. وفي مرحلة معينة قد يستمر هذا التدهور في وظيفة الرئتين، وهذا يستدعي قد يخبرنا أن الأكسجين المعطى غير كافي، وقد يحتاج المريض إلى إجراءات مشددة أكثر أو تدخلات أكثر مثل جهاز التنفس الاصطناعي، فيتم تحويل المريض إلى وحدة العناية المركزة، وهذا ما حصل مع جونسون ليلة البارحة. إذن نقله إلى وحدة العناية المركزة عموما يخبرنا أن الحالة الصحية له قد تتدهور وقد يحتاج إلى جهاز التنفس الاصطناعي أو أجهزة. يعني هل يمكن السيطرة على هذا المرض في وحدة العناية المركزية، وكم يستغرق ذلك بتقديرك؟ نعم في الحقيقة هذا يعتمد بشكل أساسي على شدة الإصابة وعلى جسد المريض بحد ذاته، هل هو قادر على التغلب على الفيروس أو لا. عموما تقول الإحصائيات أن معظم من يحتاج إلى جهاز التنفس إذا وصل لهذه المرحلة، إذا احتاج المنفس أو جهاز التنفس الاصطناعي، فإن تقريبا نصف المرضى يتعافون، وللأسف النصف الآخر يتدهور حال وضعهم الصحي وقد ينتهي بالوفاة. إذن مجرد الوصول إلى مرحلة الحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي تحمل خطر كبير، وهذا يعني أن الضرر الذي حدث في الرئتين وصل إلى مرحلة خطيرة. طيب دكتور، يعني هناك سيناريو 50% نتمنى السلامة للجميع. بما أنك طبيب في الـ NHS البريطانية، نريد أن نعرف أكثر تعامل يعني القطاع الطبي هنا مع مرضى كورونا. في أي مرحلة بالضبط يتم استيعابهم في المستشفيات أو التواصل معهم؟ نعم في الحقيقة كما ذكرت في البداية، المرحلة الأولى ينصح جميع المرضى سواء ثبت إصابتهم مجرد ظهور أي أعراض من أعراض فيروس كورونا ينصحون بالبقاء في المنزل طالما الأعراض خفيفة إلى متوسطة. وفي مرحلة معينة قد يأتي المريض إلى المشفى أو قد يتصل بسبب اشتداد الأعراض، يقاس مدى قدرة الرئتين على القيام بوظيفة، نقيس مستوى الأكسجين في الدم، هل هو منخفض إلى درجة معينة أم أنه ما يزال مقبول. إذا انخفض عن حد معين يتم قبول المريض في جناح خاص معزول يسمى كما حصل مع جونسون، تماما يعزل في هذا الجناح ويقدم له الأكسجين وضمن إشراف طبي كامل وأي دواء آخر قد يحتاجه. طب في أسئلة عامة في جوانب أخرى دكتور، الأسبوع الأول تكون عادة الأعراض خفيفة إلى متوسطة ثم يعني تشتد، أم ممكن أيضا في الأسبوع الثاني قد تنتهي هذه الأعراض تدريجيا أم تتفاوت؟ نعم في الحقيقة بمراقبة السير العام للمرض عند معظم المرضى، في معظم الحالات تشتد الأعراض خلال اليوم الرابع أو الخامس وتبدأ بالتحسن تقريبا مع نهاية الأسبوع الأول. وبمراقبة سير المرض أيضا نجد أن معظم المرضى الذين اشتدت حالتهم أو استمرت بدرجة خطيرة نسبيا بعد الأسبوع الأول، هذا يحمل احتمالية دخولهم إلى المشفى وفي مرحلة معينة الاحتياج إلى وحدة العناية المركزة. إذا عموما الأعراض قد تستمر لمدة أسبوعين، ولكن نلاحظ أنه بعد الأسبوع الأول تبدأ بالتحسن تدريجيا. استمرار الأعراض بعد الأسبوع الأول بنفس الشدة أو تجاوز أو تدهورها قد
هو مؤشر خطر، وأظن هذا السبب الذي في البداية تم تحويل بوريس جونسون إلى المجلس. طيب دكتور، أيضا في موضوع آخر، منظمة الصحة العالمية تحذر من أي تخفيف من إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي التي تتبعه بعض الدول. هل يمكن الشفاء من هذا المرض أو التخلص من هذا الوباء في الدول مع تخفيفها لبعض القيود؟ في الحقيقة هو موضوع خطير جدا تخفيف القيود. حتى الآن الأرقام لم تتراجع بتلك النسبة المقبولة حتى نبدأ بالتخفيف. قد تبدأ في بريطانيا مثلا امبارح الأرقام كانت جيدة، خلال الأسبوعين القادمين ستظهر نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن طالما يوجد ناس مصابين بالفيروس قد ندخل بنفس الدورة مرة أخرى. تخفيف الإجراءات يؤدي إلى زيادة الأعداد من جديد، وندخل في نفس المشكلة وتضخم الأعداد إلى حد غير مقبول. حتى الآن المؤشرات تقول يجب الاستمرار بإجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الصحي حتى تحسن الأرقام بدرجة تسمح بتخفيفها. أشكر دكتور بشار فرحات، طبيب الصحة العامة في NHS البريطانية، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا هنا في استديوهات العربي في لندن. شكرا.